بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق وأن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نلتقي اليوم لنتدارس حول شعيرة من شعائر الدين ودرس في التعظيم، فإن تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وإن تعظيم الحرمات خير للعبد عند ربه، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر دين، وتعظيم الشعائر يوجد في القلب التقوى، ووجود تعظيم الشعائر دليل على وجود التقوى في قلب العبد. فنقف معاً لنتذاكر حول هذه القضية، ونحن مكاناً نرتبط بمكان الشعائر، وهو هذا البيت العتيق وهذا المسجد الحرام، وزماناً كذلك نرتبط بالشعائر، لأننا في شهر رجب، وشهر رجب أحد الأشهر الحرم، وكذلك منا من هو ملتبس بالشعيرة، من يعتمر هذا البيت ويفد إليه لعمره فهو متلبس بشعيرة من شعائر الله، لأن الشعائر ترتبط بالمكان وترتبط بالزمان وترتبط بالأعمال المرتبطة بحج بيت الله الحرام. فقوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله، أول ما يدخل في الشعائر أعمال الحج ومناسك الحج وأماكن الحج، ويلحق بالحج العمرة. فهذه إذن أماكن هذه الشعائر، وكذلك ارتبط بأداء هذه العبادات الأشهر الحرم. ونقف أيضاً وقفة خاصة مع الشعائر الزمانية، ومنها الأشهر الحرم.
أهل الإسلام يعظمون شعائر الله، وتعظيم الشعيرة عند المسلم ينطلق من أصل عقدي عظيم، ومن أصل إيماني كبير. هذا الأصل العقدي وهذا الأصل الإيماني لتعظيم الشعائر إيمان العبد المسلم المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء هو صاحب الحق الأوحد جل جلاله أن يصطفي من خلقه ما يشاء، وأن يختار من خلقه ما يشاء، وأن يفضل بعض خلقه على بعض ما يشاء، وأن هذا حقه سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق جل جلاله. والله عز وجل يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب: لا والله. ولأنه العليم بما خلق، وهو القائل سبحانه وتعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ وهو القائل عز وجل: أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو صاحب الحق لأنه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الحق، فلله الحكمة البالغة، وهو أحكم الحاكمين جل جلاله. فالأصل العقدي الإيماني الذي يقوم عليه تعظيم الشعائر أن العبد المؤمن يقر إقرار يقين أن الله صاحب الحق أن يصطفي وأن يختار وأن يفاضل بين الأشياء كيف شاء، وأن العبد يجد ذلك في كتاب الله في قوله عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن هذا الحق في الاصطفاء فيقول عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء، فهذا حقه، وحقه أيضا بعد أن خلق ما شاء أن يختار مما خلق ما شاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فعلى هذا الأصل يؤمن العبد المؤمن المسلم صادق الإيمان صادق الإسلام، يؤمن أن الله عز وجل خلق الأرض واختار خيرها وأفضلها وأشرفها، مكة شرفها الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك فيقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. والمؤمن على هذا الأصل الإيماني أنه جل جلاله صاحب الحق في الاختيار، وجاء الخبر في الوحي أن الأرض كلها خلقها الله، وأن الله اختار بلده الحرام مكة شرفها الله وجعلها خير بقاع الأرض، ويؤمن العبد أن الله عز وجل خلق السماوات
وجعلها سبعا طباقا، وأنه اختار السابعة وفضلها. ويؤمن العبد بأن الله عز وجل خلق الملائكة وأنه قدم جبريل عليهم فهو سيد الملائكة، ويؤمن العبد بأن الله عز وجل خلق البشر وأنه اصطفى منهم الأنبياء والرسل فهم خير الناس وأفضل الناس، ويؤمن العبد بأن الله عز وجل من الأنبياء والرسل قدم أولي العزم وفضلهم على سائر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الخمسة: نوح عليه السلام، وموسى، وعيسى، وإبراهيم، ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ويؤمن بأنه اصطفى من هؤلاء الخمسة وقدم الخليلين، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهما. فالإيمان بهذا التفضيل مبني على ذاك الأصل العظيم الإيماني الكبير، أن الله الخالق هو صاحب الحق في الاصطفاء والاختيار، وأن الله عز وجل خلق الزمان، خلق الليل وخلق النهار، وأنه فضل بعض الأزمنة، ففضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وفضل شهر رمضان فجعله سيد الشهور، وفضل العشر الأواخر من رمضان على بقية الشهر، وفضل ليلة القدر على ليالي العشر، وفضل الأشهر الحرم. إذن هذا التفضيل وهذا التقديم وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار حقه جل جلاله، والعبد المؤمن يسلم لربه بذلك ويرضى بحكمه جل جلاله ولا يعارضه. ليس من حقك، وإنما حقه. لماذا حقه؟ لأنه هو الذي خلق، ولأنه العليم بما خلق، ولأنه الحكيم في أمره فيما خلق جل جلاله. وأن الله أعلمنا بهذا ولا بد من الإيمان به. أين أعلمنا؟ في قوله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ليس لنا كبشر، ليس لنا كخلق أن ننسب فضلا لشيء من عند أنفسنا، وليس لنا أن نرد اختيارا اختاره الله، وتفضيلا فضله الله، واصطفاء اصطفاه الله. فهذا أمره وهذا حكمه. وهذه الشعائر التي جاء التوجيه بأن تعامل بالتعظيم، والتعظيم هو الإجلال، التعظيم هو الإجلال والاحترام، وتعظيم ما أمر الله بتعظيمه هو طريق إلى تعظيمه جل جلاله. فإن الله رضي أن يكون الطريق إلى تعظيم الجليل جل جلاله أن تعظم شعائره، فتعظيم الشعائر من تعظيم الله،
وتعظيم الشعائر طريق صحيح إلى تعظيم الله جل جلاله، وهذا ما يتعبد العبد المؤمن به ربه جل جلاله. فالشعائر المكانية أعظمها هذا البيت، أعظم الشعائر المكانية بيت الله الأول، البيت المبارك، البيت الهدى للعالمين، البيت المحرم، البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، البيت الذي جعله الله قبلة للناس، البيت الذي جعله الله قياما للناس. والإنسان يقف، هذا كله كلام من، وهذا كله اصطفاء من، وعطاء من، واختصاص من؟ إنه اصطفاء الله جل جلاله لهذا البيت العتيق، وذلك نجده في كتاب ربنا جل جلاله. فنقرأ في القرآن قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن هو البيت المبارك بكلام الله، وهو البيت الهدى للعالمين بكلام الله. ونجد في كتاب الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس، القلوب معلقة بهذا البيت، تحن إليه وتبذل الغالي والنفيس وتتحمل كل جهد وتعب لتصل إليه، فإذا ما وصلت إليه وأخذت نصيبها منه اشتاقت إلى أهلها فرجعت، وما أن تعود إلى أهلها إلا ويتجدد الحنين والشوق إلى هذا البيت، لأن الله جعله مثابة وجعله أمناً، أمناً في ذاته، فالله هو الذي أمنه، والله عز وجل أعلن ضمانه ببقائه وأنه سيبقى إلى يوم القيامة، سيبقى هذا البيت أمناً في ذاته. وقال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فجعله قيام. والله عز وجل في القرآن الكريم ما ذكر القيام للناس إلا مرتين وفي أمرين: قيام أمر الناس ببقائهما، ونهاية أمر الناس بذهابهم. فالله عز وجل ربط القيام للناس في القرآن بهذا البيت العتيق، وربطه بالمال. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والناس يقولون المال قوام الحياة، وصدقوا، لأن الله ذكر ذلك في كتابه. والله يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وكذلك البيت قيام للناس. كيف؟
القيام الذي ربط بالبيت أعظم بكثير من القيام الذي ربط بالمال. يذكر العلماء أن القيام المرتبط بالبيت ينقسم إلى 4 أنواع. الأول قيام الدين، فما دام هذا البيت باق فالدين باقي والإسلام باقي، وإذا سقط هذا البناء فلا دين ولا إسلام على ظهر الأرض. بقاء البيت بقاء الدين، ذهاب البيت نهاية الدين. ولذلك وبقاء البيت مرتبط بماذا؟ مرتبط بالمعظمين لهذا البيت، المعظمين لشعائر الله. ما بقي معظم للبيت واحد فالبيت باقي، فإن خلت الأرض ممن يعظم البيت سقط البيت، وإن سقط البيت قامت القيامة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. يقول ابن عباس: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لأطبقت السماوات على الأرض. وقال طاووس الإمام التابعي عالم الحرم المكي، قال: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. هذا قيام الدين مرتبط ببقاء هذا البيت الذي جعله الله قيام. ومن معاني القيام النوع الثاني قيام حياة الناس وأبدانهم، وهذا يرتبط لو قسمنا الناس إلى 3 أقسام كبرى. الأول وهم أهل الحرم ومن حوله وممن كان ينسب البيت إليهم لأنه في بلدهم العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يستحل البيت إلا أهله، فإن استحلوه فلا تسل عن هلكة العرب يومئذ. استحلوه أي أنهم لا يعظموه، لا يعظمون هذه الشعيرة المكانية. قال: فلا تسل عن هلكة العرب يومئذ. والدائرة الأوسع أهل الإسلام عربهم وعجمهم، إن قصروا في هذا التعظيم لهذه الشعيرة المكانية سيكون طريق هلاكهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة، أي أمته، قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، أي الكعبة، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا كل الأمة. ثم البشرية كلها، المسلم وغير المسلم، أيضا بقاؤهم ونهايتهم على وجود من يعظم البيت ويحج هذا البيت ويعتمر، كما سمعنا في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فهذا من القيام قيام الأبدان. النوع الثالث قيام الأموال، جعل الله عز وجل من طرق رفع الفقر عن الإنسان وإزالته عنه أن يقصد هذا البيت صادقاً لحج أو عمرة. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمعر حاج قط. قيل لراوي الحديث ابن مسعود: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر. فمن صدق في حجه لا يفتقر بعده. وهذا من القيام، قيام المال. وأيضا نجد في كتاب الله جل جلاله وهو يخبرنا عن هذا البيت الحرام وتحريم ما حوله من الأرض الحرام: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالبيت هو البيت الحرام، والمسجد هو المسجد الحرام، والبلد هو البلد الحرام. والتحريم في القرآن العظيم الحرام، كلمة الحرام، والتي جاءت 26 مرة في القرآن. الحرام يطلق في القرآن لأجل الإجلال والاحترام والتقدير، ويطلق الحرام على الشيء المذموم المنهي عنه. وكلمة الحرام التي جاءت بهذا العدد 24 من هذه 26 مرة جاءت لأجل تعظيم الشعائر. فجاءت كلمة الحرام مرتبطة بالمسجد الحرام 15 مرة، وجاءت مرتبطة بالشهر الحرام 5 مرات، وجاءت مرتبطة بالمشعر الحرام مرة واحدة. فإذا كلمة الحرام ارتباطها بالشعائر أكثر، وهو الإجلال والاحترام والحفظ لما أمر الله عز وجل بإجلاله واحترامه وتقديره. ومن ذلك البيت الحرام والشهر الحرام، فالله عز وجل حرم هذه الأشياء. فإذا هذه من تعظيم الشعائر المكانية، فهذا ما تعلق بهذا البيت، بهذا المشعر العظيم وهو البيت، وما حوله مسجد الكعبة، وما حوله الحرم ومكة شرفها الله. فهذه أعظم الشعائر المكانية، أعظم الشعائر المكانية. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه. الشعائر الزمانية والتحريم الزماني، الله عز وجل أيضا حكم في ذلك وقضى وجعله أمرا قدريا كونيا، وارتبط ذلك ببداية الخلق. ولنا والله يا إخوة أن نتأمل ونتدبر. ولذلك المؤمن لا يعبث في الشعائر،
والمؤمن يتدبر كلام الله وكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله هو الذي حرم هذا المشعر المكاني كما سمعنا من الآيات، وأن هذا التحريم لم يكن طارئاً وحادثاً بعد أن وجدت الأرض، بل إن التحريم كان في اليوم الأول الذي خلق الله فيه السماوات والأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ما معنى هذا الخبر؟ ما معنى هذا القول النبوي؟ معناه أنه لم يمضي على هذا البلد ولا لحظة واحدة ليس محرماً ولا يوماً واحداً، لأن تحريمه من اللحظة الأولى في الخلقة. فأظهر الله عز وجل مكة للوجود معلومة الحدود، مسمى معلومة النظام، وهو أنها بلد محرم. والزمان المحرم، الزمان المحرم صاحب مكة في التحريم أيضاً من حيث البداية، ففي اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض حرم مكة شرفها الله، وفي اليوم الذي حرمت فيه مكة وخلق بداية خلق السماوات والأرض كان أيضاً فيه تحريم الأشهر الحرم الأربعة، بل إن تحريم الأشهر الحرم والتنصيص على أن ذلك كان في يوم الخلق الأول ذلك منصوص عليه في كتاب ربنا عز وجل. أين هو؟ في قول الله عز وجل في سورة التوبة، سورة براءة. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. يوم خلق السماوات والأرض قدر الله وحكم الله وقضى الله أن السنة 12 شهراً وأن منها 4 حرم. متى كان هذا الحكم؟ يوم حرمت مكة. متى كان هذا التحريم لهما المكان والزمان؟ يوم خلق الله السماوات والأرض. هل هذا أمر عادي؟ هل المؤمن يتلقى هذا الخبر دون وعي، دون فهم، دون معرفة ماذا تعني شعائر الله، وماذا يعني تعظيم الشعائر؟ إذن هذه الأشهر الحرم التي اصطفاها الله والتي اختارها الله والتي أخبرنا الله عز وجل عن حكمه فيها بأنه جعلها أشهر حرم. وهنا يأتي السؤال: ما هي هذه الأشهر الحرم؟ الآية قالت 4،
فهل عندنا خبر يقيني لهذه الأربعة ما هي من الاثنى عشر شهرا؟ الجواب نعم، جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح كتب السنة في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومتى كان قوله؟ قال في حجة الوداع. وفي أي أيام حجة الوداع؟ وفي أي مكان؟ فهو يخبر عن حرمة الزمان في المكان المحرم، فقال ذلك في إحدى خطبه في أيام التشريق وهو بمنى. ففي البلد الحرام، في المشعر الحرام، في الشهر الحرام، وهو متلبس بنسك حرام، يخبر الناس عن الزمان الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري ومسلم، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربه أن يبين القرآن، والله أخبر عن هذه المهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن. فالله قضى وحكم أن من السنة 4 حرم، آمنا بذلك ورضينا. ما هي الأربعة الحرم؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها ويخبر أنها 3 متواليات متتابعة، وواحد فرق في وسط السنة. فالمتتابعة هي شهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، والفرد شهر رجب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رجب تحديدا وقال: بين جمادى وشعبان. طيب لماذا وهل الناس لا يعرفون أن رجب؟ قالوا: لأن هناك من قبائل العرب ربيعة خالفت العرب، وكانوا يعتبرون الشهر الرابع هو شهر رمضان ويسمونه رجب، وغيروا وبدلوا. وأما قبائل مضر فكانوا يعظمون رجب كالرابع، شهر الرابع من الأشهر الحرم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موقعه وأكد ذلك بأنه رجب مضر، لأنهم كانوا هم الذين عرف ذلك عنهم في الجاهلية. إذن هذه 4 الحرم عرفناها. هل جاء عن أهل العلم ربط بين
حرمة المكان وحرمة الزمان؟ الجواب نعم، وأن هناك ارتباط وثيق بين حرمة المكان وحرمة الزمان، وحرمة المكان أعظم لأنها الأصل، وحرمة الزمان تأتي بعدها كما قرر العلماء، وهذا أصل، وعليه انتهاك حرمة الزمان المكان أعظم من انتهاك حرمة الزمان. فمنتهك حرمة الحرم أعظم من منتهك حرمة الأشهر الحرم، ومنتهك حرمة الأشهر الحرم أعظم من انتهاك غيرها من بقية الزمن. إذن هذه مسألة وفائدة. ما الارتباط أيضاً بين حرمة المكان والزمان؟ حرمة الزمان كما قال العلماء إنما كانت لأجل حرمة المكان. كيف؟ كيف؟ قال العلماء الحج إلى البيت الحرام شعيرة عظيمة ونسك سار عليه الأنبياء، حج إبراهيم عليه السلام وأمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، وهذا البيت بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو بيت محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكم بين الخليلين في التلاقي على أمر هذا البيت. خليل الله إبراهيم رفع قواعد البيت، وخليل الله محمد شارك في بناء البيت. خليل الله إبراهيم وضع الحجر في مكانه، وخليل الله محمد وضع الحجر في مكانه عند بناء البيت. خليل الله إبراهيم طهر البيت حسًا ومعنى، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم طهر البيت حسًا من الأصنام والأنجاس، وطهره معنًا من كل ما لا يليق بحرمة البيت. خليل الله إبراهيم وضع حدود الحرم وأنصاب الحرم مع جبريل عليه السلام، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يبعث من يجدد أنصاب الحرم. خليل الله إبراهيم أذن في الناس بالحج استجابة لأمر الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ونساء وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ورسول الله محمد أذن في الناس فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هذا التلاقي العجيب بين الخليلين في أمر هذا البيت المعظم. فتعظيم هذه الشعائر المرتبطة بالبيت، التلاقي الزماني كيف بين حرمة الزمان والمكان. فهذا الحج الممتد من عهد إبراهيم ولم يتوقف ولن يتوقف إلى يوم القيامة. في الجاهلية وما كان بينهم من الصراع والغارات والقتال، كانت الأشهر الحرم أمراً مهيمناً على نفوسهم بإرادة الله وبكمال قدرة الله، فعندها يتوقف بينهم القتال والنزاع. وإذا رأينا الأشهر الحرم والثلاثة المتوالية هي ماذا؟ نجدها في وقت الحج،
فيسبق الحج بشهر ذو القعدة، وسمي ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وذو الحجة لأنه يؤدى فيه الحج، والمحرم يحرم فيه القتال. فمن هو في أقصى مكان في الجزيرة إذا أراد أن يأتي إلى الحرم حاجاً لن يأخذ الوقت منه أكثر من شهر، فلو خرج في أول ذي القعدة يصل إلى مكة ويحج، إذن يأتي في شهر حرام ويحج في شهر حرام ويرجع إلى أهله في شهر حرام، ولا أحد يتعرض له. لو لقيه بل كان كما يقول ابن عمر إن الرجل ليلقى قاتل أباه في الحرم، قال فينصرف عنه ولا يهيجه، ما هو الذي يفر عنه؟ الذين عرف عنهم الانتقام في الأشهر الحرم ما يفعلون ذلك. يخرج الإنسان من بيته في أي مكان في جزيرة العرب ومعه هدي يقلده، علامة تعارف عليها أنه قاصد بيت الله الحرام، فلا يتعرض له أحد أبداً إلا أن يكون السبع، ويسير آمناً حتى يصل بيت الله الحرام. وهذا الهدي لا يتعرض له أحد، بل إن صاحبه لو تاه ولو انتهى زاده واحتاج إلى الطعام قد يصل بهم الأمر أن الناس يموتون ويبقى الهدي ولا يذبحه، لأنه هدي لبيت الله الحرام حتى يصل إلى مكة. وإذا ما انتهى من حجه يحمل عودا من شجر الحرم يضعه معه، يكون عنوان أمان له حتى يعود إلى بيته ولا أحد يتعرض له. هذا كان في الجاهلية. ومن الأمور، لذلك قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، جعله الله أيضا قياما للناس سببا في أمنه. وهذا الارتباط بين حرمة المكان وحرمة الزمان، فننظر إلى هذا التشريع العظيم وننظر إلى هذه القدرة الربانية في هذا الأمر. فإذا هذه الأشهر الحرم الأربع التي حرمها الله عز وجل في كتابه، ماذا قال الله؟ ماذا قال الله عز وجل عن هذه الأشهر الحرم وعما ارتبط بها؟ قال ذلك الدين القيم. إذن الأربع الأشهر حرم عند الله، قال العلماء عند الله في حكمه، ومنهم من قال في اللوح المحفوظ كتبت الأشهر الحرم، قال الله ذلك الدين القيم. الله سمى الأشهر الحرم ومعرفتها ديناً قيماً، فحسابها دين، معرفتها دين قيم. ومن العلماء من قال ذلك الدين القيم أي من ملة إبراهيم عليه السلام، من ملة إبراهيم،
تحريم الأربعة الحرم. ولذلك هذه الأمة حسابها وسنتها مبنية على الأشهر القمرية، لأن الأحكام الشرعية مرتبطة بها. الأشهر الحرم من الأشهر القمرية، والأشهر الحرم ترتبط بها أحكام، ورأينا هذا الارتباط بين حرمة المكان وبين حرمة الزمان، فجعل الله عز وجل ذلك من الدين القيم، بل هو الدين القيم. فتعليمها، تعلمها، أن يربى الأولاد على معرفة الأشهر القمرية دخولا وخروجا، وأن يعرفوا الآن للأسف من الذي يعرف أننا في رجب وأننا في شهر حرام، وأننا في شهر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره في شهر حرام، أربع عمر اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة. لذلك يعلق ابن القيم رحمة الله عليه ويقول في معنى قول إن الله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الفاضل، فاختار له في عمره شهرا حراما، فكانت كل عمره في شهر ذي القعدة، شهر حرام، أربع عمر اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وكلها في ذي القعدة، شهر حرام. فمعرفة هذه الأشهر إذا كان الله سماه الدين القيم، الدين القيم، إذن كيف لا نتعلمها؟ وكيف لا نعلمها؟ وكيف لا نربي عليها؟ والأشهر الحرام اختصاصها أن العمل الصالح يكون فيها أفضل، وارتكاب المعصية فيها أعظم وأشنع. ولذلك نجد أنه أيضا في الأشهر الحرام كان اصطفاء داخل الاصطفاء. كيف؟ ففي الأشهر الحرام نجد منها بعض أشهر الحج، أشهر الحج شهر شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، أي الأيام التي يجوز للإنسان أن يدخل في نسك الحج. فنجد من أشهر الحج شهر ذو القعدة وذو الحجة، ونجد من الأشهر الحرم أيضا عشر من ذي الحجة أفضل أيام العام، ومن العشر يوم عرفة، ومن العشر يوم الحج الأكبر يوم العيد، وخلاف بين العلماء أيهما أفضل الأيام، يوم عرفة أو يوم العيد يوم الحج الأكبر. وفي الأشهر الحرم أيام التشريق، وفي الأشهر الحرم أفضل الشهور صياما بعد رمضان شهر الله المحرم، وفي الأشهر الحرم يوم عاشوراء. إذن هذا كله اصطفاء داخل الاصطفاء، واختيار داخل الاختيار. ولذلك نحن في هذا الزمن جمع الله لنا هذين الاصطفاءين، فنحن في اصطفاء المكان وفي اصطفاء الزمان، فنحن في بلد حرام وفي شهر حرام. فيا ترى
من أكرم بذلك هل استشعر هذا المعنى واجتهد ألا يفوته لحظة بعد أن أكرم بهذا الاصطفاء؟ تيسر لك أن تكون في الزمن الحرام وأنت في البلد الحرام؟ فإذا ماذا سيعطي الله صاحب العمل الصالح من مضاعفة؟ وماذا سيجد من كرم من الله؟ وأي حسرة على من قصر وعلى من تهاون؟ كم ممن تمنى الآن أن يكون مثلك في الحرم، وها أنت في الحرم وفي البلد الحرام، وها أنت في الشهر الحرام، فماذا ستري الله منك؟ وكيف ستتعامل مع هذين الاصطفاءين؟ أيضا الشهر الحرام مما يذكر العلماء فيه قضية القتال، وأن الله عز وجل حرم القتال فيه، وهنا أيضا مسائل يذكرها العلماء في جوانب التعظيم لحرمة هذه الأشهر الحرم، فإن من العلماء من يرى أن الدية لمن قتل في الأشهر الحرم تكون مغلظة على صاحبها لأجل حرمة الزمان. فإذا هذه بعض الأمور المتعلقة، ثم نقف مع قول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلم نفسك، لأن من فرط في الأدب في التعامل مع الأشهر الحرم قد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ عندما لم يراعي حرمة الأشهر الحرم، عندما لم يراعي تعظيم الشعائر، عندما أغرته نفسه فارتكب المعصية في زمن تعظم فيه عقوبة المعصية، ظلم نفسه. عندما لم يكن لشعيرة الله أثر على نفسه فيحفظها من أن ينتهك حرمة الله في الشهر الحرام، يكون قد ظلم نفسه. فالله عز وجل يحذرنا فلا تظلموا فيهن، وعلى القول الراجح فيهن أي في الأشهر الحرم. فكيف يكون ظلم الإنسان لنفسه أن يرتكب الحرام فيها والمعصية؟ كيف يكون ظالما لنفسه أن يفرط في فعل الطاعة فيها؟ كيف يكون ظالما لنفسه عندما لا يحرم هذه الأشهر ويتعامل معها بالتحريم كما يريد الله جل جلاله؟ فيكون الإنسان قد ظلم نفسه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإذا يتأدب الإنسان مع هذه الأشهر الحرم ويتعلمها ولا ينساها، ولا يكون الإنسان يتعلق ويتعلم غيرها من الشهور بما يجعله ينسى هذه الأشهر الحرم، فلا يعرف دخولها ولا خروجها ولا ما هي ولا آدابها ولا منزلتها عند الله ولا الارتباط بين حرمة الزمان وبين حرمة المكان، ولا يعرف حكم التشريع. فإن الأشهر الحرم إنما تربط الأرض بالسماء، فالتحريم كان لها في اليوم الذي خلقت فيه الأرض والسماوات، ويرتبط ترتبط هذه الدنيا بالسماء.
وبحكم الله جل جلاله، وهذا ما ينبغي أن نستوعبه وأن نعيه وأن نفهمه حول حرمة الزمان مع استحضار حرمة المكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، ونسأله عز وجل أن يرزقنا تقواه، نسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالعلم الصادق، وأن يملأ قلوبنا بالحب له سبحانه وتعالى وبتعظيم شعائره جل جلاله، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. نسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. نسأله عز وجل أن يحبب إلى قلوبنا الإيمان، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يجمعنا في زمرة أهل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يختم لنا بالصالحات، فإنه هو السميع المجيب وهو الجواد الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.